كرة في منتهى الخطورة وحسن يقدر وحسن يقدر وادي ترتد مرة تانية والمتابعة وجول المتابعة وجول عملها سامح العيدروسي. بقول لحضراتكم فريق الانتاج الحربي ولد كبيرا وادي كرة من اول هجمة منظمة لفريق الانتاج الحربي. حسن موسى يستلم وصبر وتقل على الكرة ويحطها ترتد من العرضة وتجد المتابع سامح العيدروسي علشان يكمل الهجمة التكملة النموذجية ويضع الهدف الأول. مشاهدينا الكرام ويتقدم الانتاج بهدف مقابل لا شيء. وقف خط ظهر النادي الأهلي على التسلل ولكن تابع حسن موسى وأكمل سامح العيدروسي ويتقدم الانتاج الحربي بهدف مقابل لا شيء. هدف على عكس كل السيناريوهات والتوقعات. وسامح العيدروسي في الدقيقة 15 بيدرك التعادل وهذه تسديدة قوية جدا ولكن مصطفى كمال بيتعلق هدف هيفتح هذا اللقاء على مسرعية تماما خصوصا بعد الفضيل يلعب كرة والهاتف خط حلوة ويقدر الجول ولكن فين وجول جول جول عملها فضل. سيناريو مكرر سيناريو مكرر من الجملة الثلاثية والمرة دي أبو تريكا بيرد الجميل لفضل بعد كرة والتمريرة من بتروجيت أحطها أبو تريكا يرد الجميل بالكربون لمحمد فضل. المرة دي شريف عبد الفضيل هو اللي بدأها وأبو تريكا مررها وفضل على طول بيحطها في شباك الانتاج الحربي. مشاهدينا الكرام علشان تتعدل النتيجة ويصبح التعادل الإيجابي 1-1. محمد فضل بيضاعف أهدافه مشاهدينا الكرام في بطولة كاس مصر ويصل إلى الهدف الرابع ليه في هذه البطولة ويعادل النتيجة مرة أخرى لمصلحة النادي الأهلي. ولازال التعادل الإيجابي قائم. أدي الركنية على القائم الأول وفضل بيلمس وجول جول عملها فضل ويحرز الثنائية بعد كرة رأسية لا تصد ولا ترد من على القائم الأول يضع النادي الأهلي في المقدمة بعد ما تقدم بهدف ثاني على فريق الانتاج الحربي وتصبح النتيجة 2-1 الانتاج الحربي. فرحة كبيرة وسعادة في مدرجات المارد الأحمر النادي الأهلي. وادي الرأسية وادي الدربكة واللخبطة ما بين جمعة مشهور والحارس مصطفى كمال اللي ملقاش الكرة إلا وهي في شباك مرماها علشان يتقدم النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في توقيت أكثر من رائع. يهدي النادي الأهلي هدف التقدم في هذا اللقاء. كرة أمامية بيطير على طول أحمد السيد ويطلعها لكن اللقاء لازال داخل